السلام عليكم الزلف اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جي اس كا اخبار تي في، وكذلك جي اس كا اخبار التي دائما ما تشارك معكم الحصري والجديد على اخبار الشبيبه حصريا، يعني من جريده صحيفه الكره نيوز. اليوم قال لك بعد خساره 3 نقاط في المتناول، ايد جودي غير راضي عن اللاعبين، وشلول يهدد بتجميد المستحقات للاعبين شبيبه القبائل، الرئيس طالبه بإيصال رسالته للاعبين، هددهم بعدم تسديد المستحقات ولم يكن راضيا عن المستوى واقتنع بضرورة التدعيم. يعني الميضة مدرب شبيبة القبائل يؤكد أن قراراته لم تحترم وكان ينوي الاستقالة، وإحنا ماذا بينا بعد؟ ماذا بينا إن شاء الله ينوي الاستقالة ويستقال ويجيب لنا مدرب يليق بسمعة الشبيبة. البرتغال يعني كان متمسكا بقرار الرحيل، شلول تحدث معه وأكد له أن الوقت حرج وعليه البقاء. يعني شلول هذا هو قال لك اللي قاعد يفرصي فيه، قال له ولدي الوقت اللي رانا فيه ماهيش مليح ولازمك تريح، وحنا بكل حابينه يروح لأنه نتمنوا أنه يروح هو ويزيد يروح معه شلول بعد، ويجيبوا لنا رئيس يليق بشبيبة القبائل ومدرب يليق بشبيبة القبائل، ونتمنى ان شاء الله الدعم من انصار الشبيبة وترجع ان شاء الله الشبيبة كما كانت في سابق عهدها ان شاء الله.